اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحينا قربا ودي هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وامتر الجود الإلهي على أهل الوجود دسيد وسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرتك شبت جناز المسور ليبرز نورا كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وفز حق فلا من أتم الله للنعمة من خاص الأمة أي دور عند ودي أمة تنيس لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتفكير السيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الهور العين من قسم الله له من أشرافه بالقسمة الوافية فتبقت الذي رتب الله على هدوري وجود هذا المولود فانفلق اسم الكمال من النور عن عمود وابرز الحامد المحمود بوزنا لله بتقديم والسجود صلى الله berdiri semuanya صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على نبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول صلوات الله عليك أشراك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول صلوات الله عليك فتربوا يا أهل المساني فزاروا اليوم نقرد واستديوا بجمال يا رسول تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
labbaika ya Rasulullah, salawatullah alaika. Walana al-bushra bisadin mustamirillai sayang fad haisu salam alaika ya Rasul, salam alaika Allah, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Rahul ad izhab nabi wujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal Husaini marhaban marhaban ya marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini Allah marhaban jadal Husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini Allah marhaban jadal Husaini marhaban marhaban wahdina nahja sabi wa nur shad rabbi balighna bijahi fi jiwari khayra maq'ad tala al-badr alayna ya rasulullah Antasham sun
nan tabadrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu suduri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا الله برحمتك يا الله برحمتك يا الله برحمتك يا الله انزل لنا يا الله وسلنا يا الله نسألك الفضل من أسكن الدنيا يا الله نسألك يا الله يسر لنا زيارة مكة المدينة إيمانية بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نوّر قلوبنا اللهم نوّر قلوبنا اللهم نوّر قلوبنا وأحسن أخلاقنا وطهر قلوبنا اللهم يا رب شرفنا بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا قدوتنا ومن آمن يا قدوتنا ومن آمن يا قدوتنا dan wa manaman Allahumma farikul furqan wa munzil al-Quran bil hikmati wal bayan barikallahu lana fi syahri ramadan barikallahu lana fi syahri ramadan barikallahu lana fi syahri ramadan wa balighna lailatul qadar wa balighna lailatul qadar wa balighna lailatul qadar آمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تريب بها وجوهنا ويا إله العالمين ويا خير نصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصل أمة سيدنا محمد اللهم اصبر أمة سيدنا محمد واجعل اللهم والدينا والحاضرين جميع المسلمين من خيار أمة سيدنا محمد حق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وإلى خير النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kabul, kabul, kabul. Amin, amin. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Habib Umar Ali bin Yahya yang sudah memimpin acara mahaban yang baru saja kita ikuti bersama tadi.